مساء الخير، أنا الدكتورة فيكتوريا عناني. حابة اليوم نحكي على التقشير لأنه هو أقدم إجراء تجميلي عمل بالعالم. تقشير له أنواع سطحي وعميق، وفي له كمان أنواع حار وبارد. هلأ راح نفرجيكم الجلسة من شركة ميلاين. شركة ميلاين غير إنها مواد كتير مميزة وفي عندها كل أنواع التقشير، بالإضافة إلى عندها طريقة بالحقن بعد التقشير لحالات الميلازما المعندة. رح نبدأ التقشير للصبية الحلوة، عندها شوية مسام، عندها شوية علامات حب شباب. فرح نعملها أول مرحلة، هي مرحلة التحضير، عبارة عن ستيب 1 من تقشير الميلاين، اللي هو عبارة عن مجموعة أحماض فاكهة منشان تفتح المسام، ولما نطبق الطبقة الثانية يصير في امتصاص أكثر. بعد ما وزعناه على كل الوش نحط الطبقة الثانية، هي 0.1 من الميلاين. هلأ رح تشوفوا، رح نوزعها بعد 3 دقائق من المادة الأولى. فينا نوقف عند هاي المرحلة إذا تقشير خفيف، بدنا نعمل تقشير أقوى لأنه حابة الصبية فرج مرة عملت الجلسة. نحط اليلو بيل، هذا لسه نحطه طبقة تانية فوق الطبقة الأولانية، بنشوف لونه أصفر أكتر. بنوزعه على كل طبقات الوش. تقريبا خلصنا اخر مرحله، بعد ما عملنا له مساج صار امتصاص لكل الماسك الذهبي اللي شفناه الاصفر اللي حطيناه اخر شيء. بس هلا بدي استنى شي 10 دقائق امسح له بس حول الفم، لانه حول الفم عم يكون تقشير كتير قوي. هذا ما بتغسل وشها ابدا لبعد ساعتين لاربع ساعات حسب نوع البشره. هلا الصبيه بيضه، خليها اربع ساعات. الفكره بعدها ثاني يوم رح تشوف حمار ورح يبلش التقشير بعد 48 ساعه. بعد أسبوع نقدر نعمل الحقن للتصبغات العميقة بحقن مادة خاصة مترافقة مع التقشير. هلأ في هدول الكريمات لازم الصبية تطبقهم. هذا الريبير رح تحطه بعد ما تغسل وشها بعد أربع ساعات، رح تحطه مدة خمس مرات باليوم. الصبح لازم تحط واقي شمس. بعد خامس يوم لما نكون خلصنا تقشير بدأ تبلش بالميلاين 02، هذا اللي بيدعم التقشير، بيدعم النتيجة. فهذا بتحطه بعد خامس يوم وهذا بعد أربع ساعات. الحلو بشركة ميلاين انه هي مخصصة لكل منطقة بالوجه تقشير خاص وهوم كير خاص. مثلا في عنا تقشير للتصبغات، في عنا تقشير لحب الشباب للأكني، في عنا تقشير للمنطقة الحساسة اللي هي تحت القبط والمنطقة التناسلية، في عنا تقشير خاص حول العين اللي بيخفف التجاعيد والتصبغات حول العين، بالإضافة لوجود هوم كير خاص لكل منطقة. مثلا حول العين في عنا الهوم كير هذا اللي موجود فيه هارنيك أسيد كتير بيخفف الإحمرار التقشر اللي بيصير حول العين بعد التقشير، وهي المادة اللي نستخدمها بعد خامس يوم بنحطها بالليل مشان تدعم النتيجة. شو السبب؟ لأن احنا قشرنا بس طبقات الجلد لا تتبدل، بدها شهر لشهرين لتتبدل نهائي بشكل طبيعي. فنحن قشرنا مرة ساعدنا بالتبدل الطبقات، بس بدنا ندعم النتيجة باستخدام الهوم كير. بدنا ننتبه لشغلة انه التقشير العادي بنعمله مرة كل 3 شهور، تقشير منطقة تناسلية فينا نعيده بعد شهر، تقشير حول العين لازم نعيده كل اسبوعين. هلا عنا حالة حب شباب بيكون عندها زيوان، بيكون عندها مسامات واسعة، بيكون عندها حب فعال، فهذا كتير حلو هذا التقشير، بس فيه زيادة ساليسيك أسيد. رح تشوفوا الفروستينج بعد هلا بس نطبق المادة، رح نطبقها 3 طبقات وتشوفوا. Thank you.
تقشير حول العين عبارة عن تقشير نعمله كل أسبوعين مرة، أربع مراحل. هلا رح فرجيكم الأربع مراحل منطبقة بالعيادة. بعد أسبوعين من عيدة منعيدها 3-4 مرات حسب الحالة. بيفيد حول العين التصبغات وبيفيد التجاعيد الناعمة. كتير صبايا بيقولوا لي البوتوكس راح التجاعيد هون، بس هون ما راحت، فهي بدنا نساعدها بالتقشير. جلسات التقشير بترافقوا معها هوم كير، في كريمات مع الجلسات تنحط، الصبية بتحط الكريمات بالبيت، وجلسات التقشير عنا تعاد كل أسبوعين.